ورجعنا لكم مشاهدينا، ما زلنا متواصلين معكم في سهرتنا على السيف. قبل ما ارحب بزملائي اسمحوا لي اوجه هذه التحيه للناقده اللاذعه الخطيره الشفافه الرهيبه ليلى احمد، يعطيها الف عافيه. وارحب بطالب ونور، يعطيكم اهلا الف عافيه ويسعد مساكم. اسمحوا لي عكسنا الادوار اليوم. بالعكس، اليوم احنا استغلنا وجودك استاذه لجين معنا في استديو عسيف بتقديم على الاقل هذه الفقره لنستذكر تقديمك يمكن لبرامج كثيره قدمتيها، ويمكن انتقلتي حتى من قنوات كثيره تركتي في كل مجال بصمه. وين الان لجين؟ انا موجوده، بس اول شيء اسمحوا لي اقول لكم من غير استاذه لجين على طول، ويا حبذا لولو ما عندي اي مشكله. ما زلت موجوده، بس الان تقدر تقول استراحه محارب، قاعده اعيد حساباتي، لاني ضد اني ابقى بنفس البرنامج لفتره طويله. انا صار لي بصباح الخير يا عرب 8 سنوات. صحيح. طيب لمتى؟ وبعدين صارت بعض التغييرات قد تكون ما كثير مثلا تناسبني، وهي اللي دفعتني وشجعتني وحمستني اني انا انتقل الى نقطه تحول جديده في مسيرتي. فلذلك عدت حساباتي، حاولت اني افصل شيء يناسب شخصيتي اللي تطورت على مدى 12 سنه بالاعلام، وشيء مختلف، شيء جديد، شيء مش مستنسخ من البرامج الاجنبيه. اليوم كل الافكار اللي قاعده تجينا يقول لك مثلا جود مورنينج امريكا نبغى نصير مثله. صحيح. برنامج التوك شو تبع اوبرا وينفري ولا تبع الن ولا طيب ليش ما يكون في برنامج خاص لنا احنا يناسب هويتنا، يناسب مجتمعنا، يناسب شخصيه الشخص اللي راح يقدم البرنامج، يكون مفصل عليه، مش تجوا وتلبسوه حتى وتغصصون في اللبس حتى لو مو مناسب له. فلذلك اعدت حساباتي، وما زلت على فكره مع الام بي سي، لانه في ناس كثير بتكون على طرف. بالضبط، يمكن هذا اللي انا بعتبره تصريح منك حاليا، ان انت مستمره مع الام بي سي. ويمكن اللي تابعك بالسوشيال ميديا يشوف ان انت لمحتي لوجود برنامج جديد. ظهر معك المخرج من خلال سناب شات. صحيح. وفريق الاعداد، لكن شنو البرنامج؟ شنو مضمونه؟ يمكن الناس للحين في حاله ما يدرون. صحيح. البرنامج طبعا حيكون اكيد على قناه ام بي سي بما اني بنتهم. برنامج حاولت اني استسقي الفكره من السوشيال ميديا الان اللي الكل صار يتابعها، لدرجه انه البعض صار عنده ادمان للسوشيال ميديا، ولكن انا بالنسبه لي كانت في صالحي. السوشيال ميديا عرف الناس علي اكثر بالوقت اللي انا كنت اطلع فيه ساعتين فقط على الهواء، ودوري محاوره، وكان ممكن اعطي وجهه نظري ولكن على استحياء، يعني استحياء، لانه مش مسموح لي ان اعطي وجهه نظري كامله، ولا بد اني اكون محايده دائما. السوشيال ميديا أعطاني هذه الفرصة أني أعطي أفكاري، أعطي آرائي، توجهاتي بشكل ما يزعج أحد وما يضر أحد وما يضرني، فقرب الناس مني، صاروا يعرفون شخصيتي اللي بس قاعدة تطلع ساعتين مسيسة، موجهة، مقيدة مثلا بإعداد معين، صاروا يعرفون وجهة نظر لجين الإنسانة بأمور كثيرة في الحياة، وهذا الشيء قرب الناس مني وعرف الناس أكثر على شخصيتي. صار في صداقة أكثر، خلينا نقول الجبل الجليدي اللي كان بيني وبينهم والرسميات كلها راحت. مع ان في ناس وايد يمكن لامت لجين بالسوشيال ميديا وقالت ان لجين يعني تتداعى او تقول ان انا اللي دائما مثاليه، انا اللي دائما انصح الناس بوجود ان دائما الحياه فيها ايجابيه. مع ان هذا الشيء كان يعني بالنسبه لوايد ناس وانا منهم يدعو للتفاؤل، بالذات لما تكتبين صباح الخير وتحطين ايجابيات، هذه يعني بحد نفسها تخلي الواحد يتفائل طول اليوم. انا مثلا احب اقرا الكتب اللي فيها تفاؤل، فيها طاقه ايجابيه، وغيرت تفكيري كثير. يعني اليوم لما كنت اشوف شيء من زاويه سلبيه واتحلطم وما يعجبني او اتضايق، صرت بالعكس دائما احاول اطلع الجانب الايجابي من كل شيء حوالي. صارت حياتي اهدى، اروق، احلى، تقبلي للامور. سابقا لما احد كان ينتقدني كنت اتضايق وليش وبترك الاعلام وبترك الشهره وازعاجها. اليوم بالعكس صرت اتقبلها بصدر رحب، واللي ما يعجبني اخليه، طيب ليش انغص حياتي وازعج نفسي؟ صرت افرق بين الناقد اللي يبغى يجرحني والناقد اللي يبغى يطور مني ومن مهاراتي ومن شخصيتي، واحترمه وممتنه له جدا حسب طبعا الاسلوب. ولكن في كل الاحوال ما عاد في شيء يزعجني مثل السابق. يعني مشتري راحتي. خلينا نرجع حق صباح الخير يا عرب. هذا البرنامج اللي اخذ اتساع جماهيري كبير، واتوقع يمكن شهره لجين في هذا البرنامج كانت اعلى يمكن فتره قضيتيها في المجال الاعلامي. صحيح.
هل ابتعادك عن هذا البرنامج أو توقفك عن صباح الخير يا عرب لأنك تبين بطولة مطلقة كما يقولون ببرنامج يخص لجين فقط؟ لو كنت أبغى بطولة مطلقة ما كان وافقت عليه من الأساس. يعني أنا لما بدأت مع تلفزيون البحرين بعدين انتقلت على روتانا كنت سولو، كنت لحالي أقدم البرامج في هالقناتين. لما انضميت مع ام بي سي كان على اساس اني اقدم ايضا برنامج توك شو لوحدي، وسوينا البايلوت وتمت الموافقه عليه من الشيخ وليد الابراهيم. بعد ما وقعت العقد قالوا لي بس نبغاك تقدمين صباح الخير يا عرب بس 3 شهور، هذه الفتره المؤقته مع زميل لك وبعدين تنتقلين لبرنامجك. 3 شهور امتدت ل8 سنوات. بس يمكن من نجاحاتك في بدايه استلامك يمكن دفت هذا البرنامج، الحمد لله اجبرت المسؤولين انه يخلونك. هو الحمد لله، هو اكيد يعني بفضل رب العالمين كان نجاح. وما انكر ان صباح الخير يا عرب قربني من الناس، تحديدا لشريحه السيدات اللي كل يوم تعودوا يشربون فنجان القهوه معي على الصباح. وهذه الجمله اللي دائما اسمعها وين ما اروح، احنا متعودين نشرب الشاي معك او القهوه معك. هذا الشيء يخليني كل ما افكر اترك البرنامج اتراجع، احس شوي بتانيب الضمير انه متعودين عليه 8 سنوات. الحين اجي اتركهم، بس وصلت لمرحله انه طيب وبعدين فكري بنفسك شوي. ما راح انزرع على قولة نزار قباني مثل اهرامات الجيزه طول عمري في نفس المكان. آن الاوان اني اخطي خطوه الى الامام. يعني بالآونة الأخيرة كان نشوف كلام إيجابي وتفكير بالذات وانطلاقة جديدة إن شاء الله ببرنامج ام بي سي. لكن في مشكلة وحيدة اللي هي مشكلة السناب شات أو السوشيال ميديا بشكل عام. هل تحسين أن ذائقة الجمهور اختلفت بعد وجود السوشيال ميديا؟ وإنه يمكن برنامجك يكون يخدم هذه الذائقة أم لا؟ صار في تخبط في ظل الهوس اللي صاير، هوس الشهر اللي الكل يبغى ينشهر، صغير كبير مثقف جاهل كيف ما كان الكل يبغى يصير مشهور، الكل يبغى هذه الأضواء تتسلط عليه. يعني سابقا اللي يبغى يصير مشهور يصير مشهور على شيء يسوى، وكانت صعبة الشهرة لما ما كانت السوشيال ميديا موجودة ومش أي أحد يقدر ينشهر. صحيح. وكان محاسب، في صحافة حاسبة وتنتقده وإلى آخره. الآن للأسف الصالح صار يدعم الطالح بشكل غير مباشر. أنا اليوم لما أجي وأنزل عندي مثلا بالإنستغرام أنتقد شخصية تافهة وانشهرت بسبب تفاهتها، طب أنا قاعدة أروج له. صحيح. أنا على أساس على بالي أنا قاعدة أنتقده، بس أنا قاعدة أروج له مجرد أني أحط مادة له في حسابي اللي فيه مثلا 5 مليون، 5 مليون عرفوا شخصية تافهة أنا روجت لها. تعتقدين أن في هناك إعلاميين يمكن على الشاشة يعطيك انطباع وشخصية برستيج عالي ورقي بالكلام، ولكن عندما يدخل في السوشيال ميديا ويبدي يتكلم بعفوية تبدي مثل تسقط الأقنعة بالضبط ويتعرى. صح. السوشيال ميديا عرت ناس كثير وطلعتهم على حقيقتهم، لدرجة أنه إحنا لما نشوفهم في السوشيال ميديا نتمنى أنهم ما دخلوا السوشيال ميديا وحافظوا على الصورة اللي مرسومة في أذهاننا، في صورة محترمة راقية. فما كانت في صالحهم السوشيال ميديا وما خدمتهم، بالعكس رجعت عليهم بشكل سلبي. وفي ناس بالعكس عرفتنا على جوانب كانت خفية بالنسبة لنا. يعني أحد زملائي أنا كنت أعرف أنه هو مذيع أشوف برنامجه على الشاشة. صحيح. لما تابعته على السناب شفت هذا الإعلامي الزوج، شفت الأب اللي يودي بنته على المدرسة وياخذها من المدرسة ويطلع مع ولده يلعب كورة، يهتم بمجلس الآباء. صراحة كبر بعيني أكثر، لمست جانب أنا ما كنت أشوفه على الشاشة. فهذا يعني خلى حتى شخصيته محببة بالنسبة لي أكثر من الشخصية اللي كنت أشوفها فقط من خلال الشاشة. إذن خلنا ننتقل من الصفات الرجالية إلى السيدة، أو خلنا نقول مثلا الإعلامية أو المذيعة أو أي شخصية نسائية مشهورة، لما تشوفينها أنها تارت حياتها الخاصة بشكل عام بكل تفاصيلها. يعني مثلا اليوم إحنا نشوف لجين تطبخ، لكن ما نشوف لجين مثلا تحوس مثلا بمكان، ما نشوفها مثلا بحياة وايد خاصة بخلال وجودها مع أهلها، لكن نشوفها بأشياء عامة تفيد الآخرين فتقوم بعرضها على سناب شات أو الانستغرام اللي يكون عكس ذلك. أنا مع أن كل واحد هو يرسم حدوده الخاصة. أنا أعرف وين أصور وين لازم هذا الشيء ما أصوره، هذا شيء خاص وهذا شيء حتى لو كان خاص ممكن يطلع للعام لأنه راح يستفيدون منه. يعني أنا اليوم لما أتكلم والله عصير الشمندر ودائما في السناب، هذا جزء من نظامي الغذائي لأنه كويس للدم، كويس للحديد إلى آخره. لكن في طرح معلومة، لكن بالضبط. لما يكون بس للعرض والاستعراض، وحتى لما يعني اليوم أحد الحضور طرح سؤال علينا
أنه بعض الشخصيات فقط يستعرضون، هذا الشيء يخلي الفقير أنه يتحسر وما يقدر ياخذ، لما يشوف مثلا فنانة معينة حاطة ساعتها ولا حاطة شنطتها هذا يكسر خاطر الفقير وإلى آخره. والبعض وافق، بس أنا كان عندي وجهة نظر قد تكون مختلفة تماما. وجهة نظري كانت كالتالي، أنا إذا ما شفت هذه الفنانة عارضة ساعتها ولا شنطتها بشوفها الساعة والشنطة على المذيعة الفلانية الآن في اللقاء، بشوفها على الطاولة اللي جنبي بالمطعم وهي تاكل، بشوفها في إعلان يخي بالشارع بالصحيفة بالمجلة، موجودة بكل مكان. صحيح. طيب ليش أنا ما أغير طريقة نظرتي لهذه الأمور، بدل ما أطالعها وأقول والله ساعة نور حلوة ليتني أقدر أحصل عليها، ليش قدرت حبيبتي حلوة عليك أمس العافية. هذا الشيء يحفزني، أكيد هي اشتغلت، أكيد هي تعبت وقدرت انها توصل انها تستحق هذه الساعه، طيب ليش انا بعد ما نفس الشيء؟ شو اللي ينقصني؟ هو يكون عامل تحفيزي بالضبط. للاخر يعني بالضبط. فطريقه الطرح لكن تختلف. إيه كيف ننظر للامور حتى؟ لازم ننظر دائما للامور الايجابيه من كل موضوع، ما اتحسر واتحلطم واحط ايدي على خدي انتظر الحظ يجي يخدمني. اذا ممكن تتقبلين الانتقاد بشيء مني؟ اكيد. اوكي، بالاونه الاخيره بعد خلال تحضيرك الي ان شاء الله اسا ان شاء الله بيت الهنا يا رب ينن وايد حلو بذات الستاير ولا تهبوش. لكن يا لك انتقادات وايد لوجين. هو تساؤلات اكثر من انتقادات. هي التساؤلات انت يمكن صرحتي بها التساؤلات ان هذا من شغلي الخاص ومن تعبي. صحيح. انا قمت بشراء البيت، لكن التساؤلات اللي هي بعدين يوم انت فرشتي البيت وقمتي تصورين بسناب شات واعتبر هذا الشيء انه دعايه واعلان لكل قطعه موجوده بالبيت وانك. صح. يا كله. صح. وما يا راح بلاش. انكر لا هو مو كله ببلاش، انا تعبت يعني وما راح انكر تعبي. اول شيء انا كثير سعيده وفخوره لانه انا تعبت خلال 12 سنه وكان واحد من احلامي اني يوم من الايام اشتري بيت. مع الاسف معظم البنات اليوم معلقه حلمها بفانوس رجل بكره حيجي يخطبها وهو اللي بيجيب لي الشنطه الفلانيه والساعه الفلانيه والبيت والسياره والسفرات. لا حبيبتي، وقفي عن هذه الخرابيط والاحلام اللي في مخك وابدئي صيري اوعى وانضج، انت تحققين احلامك، لا تعتمدين على احد، لا اب لا اخ لا زوج لا صديق ولا احد، انت اتعبي على نفسك، انت حققي احلامك بنفسك. ولذلك اليوم انا لما اصور انه اخيرا بعد 12 سنه قدرت اخذ بيت، فانا فخوره جدا ومبسوطه وسعيده وشايفه نفسي فيه كثير لاني تعبت على كل قرش. انا كل شغله اسويها مردودها يروح بالبيت. وعلى فكرة يعني في النهاية ترى في شيء اسمه قرض بالبنك للناس اللي سألوا من وين لها ماخذة بيت. أنت يعني ما تحتاجين قرض أتوقع. لا الحمد لله ملايين. هذا التصريح الأخير. لا أول شيء أنا ملايين ما تحتاجين قرض تأخذين منهم. لا الأمان أنا ماخذة قرض ومش عيب على فكرة، ماخذة قرض وعلى فكرة القرض يخلص المفروض ما أقولها 2040 اللي ماخذه تسهل، بس اكيد ان باذن الله الله يعني يعيني ويساعدني. انا قبل بس انا افكر دائما مش فقط في نفسي، افكر بكره ايش بترك لاولادي. الله يخلي لهم ابوهم ويحفظه، بس انا غير ان اكون قدوه او اني ارفع راسهم وابيض وجيههم قدام الناس، انا ابغى اترك لهم شيء بكره بعد عمر طويل. صحيح. يستفيدون مني، يقول امي تركت لنا شيء. فلذلك انا دائما هاجسه اولادي اني امن مستقبلهم وانه انا حاليا امن لهم ايضا حياه كريمه. مع انك بعدتهم دائما عن السوشيال ميديا وعن الوجود الاعلامي. فعلاً. او عن اي ظهور. هو اول شيء كان اتفاق من ابوهم اللي هو طليقي وما كنت كثير مع هذا الشيء، ولكن حاليا بديت المس هذا التوجه اللي عنده انه هو في مكانه. اليوم بنتي مثلا لما كانت يوم من الايام لابسه مثلا كتوة لابسه قصير، فقلت لها بتطلعين كذا؟ قالت لي ماما الله يخليك انت حياتك عامه والناس دي جادج يو ويحكمون حياتك وتصرفاتك. هاي. ولبسك وطلعاتك. انا ما ابغى احد يحكمني من الناس، ما ابغى احد بكره لما اروح المول عندي مشوار ابو نص ساعه يوقفوني العالم يبغوا يصورون معي ويدخلون على انستغرامي ويحاسبوني على الطلعه والرده. انا ابغى حياه طبيعيه. اذا هي حاسه ان فعلا الحياه الاعلاميه هي صعبه، هي منزعجه من الأشياء اللي أنا ممكن أتعرض لها، فهي ما تبغى تتعرض لها بالتالي، فتقول أنا ما أبغى ولا أحد يعرفني ولا أحد يعرف وجهي، أنا أبغى أعيش حياة طبيعية بعيد عن أن الناس تحشر أنفها في خصوصيات. أنا جربت يمكن شافت وحست. شافت ويعني هذا المنع بصالح اليهال يعني. وأنا صراحة راحتهم أعذرها أحسن لها. وعلى طاري 7 مليون اللي ذكرتوها ما نسيتي 7 مليون راح نكمل مع 7 مليون. بسأل عن 7 مليون، هل هي وديعة أو هي موجودة تقدر تسحبين؟ ولا وديعة ولا موجودة، بس بعد الفاصل جاوبوا. بعد الفاصل نشوف. إذا 7 مليون
7 مليون دولار دينار ريال؟ اول شيء 7 خلينا نقول 7 هذا رقم حظي، انا كثير احب 7 وابدا ما اخفي انا مواليد 77 يعني 39 سنه شهر 10 راح ادخل 40 ان شاء الله وحابه هالرقم كثير. الله يسلمك حبيبتي. ف كان مذيع بامريكا لان كنت إلي قبل اسبوعين، فكنا في مهرجان الشيخ منصور فعمل معي لقاء فقال لي انت موجوده اليوم هنا بحكم ان عندك متابعين كثير بالسوشيال ميديا ومتابعينك راح يتعرفوا على المهرجان من خلال تواجدك معنا في المهرجان في امريكا في إلي. فقال كم عدد المتابعين؟ قلت له تقريبا 7 مليون، فكانت ردة فعله انه واو 7 مليون، يعني حسس انه هي فعلا 7 مليون دولار. فللاسف يعني اللي يزعجني مش الخبر نفسه، اللي تداوله الخبر لما اشوف مواقع لمجلات محترمه راقيه وحسابهم فيريفايد موثق يتناقلون هذا الخبر انه لوجين تصرح بثروتها. اول شيء التفاهه اللي فيني اللي انا بروح اصرح بثروتي وكم اعطاني ولا كم عندي يعني، والله يرزق الجميع، بس يعني ما وصلت لهذا المستوى التافه اني اقول انا عندي 7 مليون دولار ولا 7 مليون دينار ولا يورو ولا كيف ما كان. غير كذا الناس تاخذ الجزئيه بس اللي تبغاها وتخلي ما قبل وما بعد وتفسر على كيفها. اذا هم 7 مليون متابع. وطبعا يمكن هذيلا اهم من اي 7 مليون بالبنك. محبه الناس انت تستاهلينها، ويمكن حبيبتي. الناس قاعده تاخذ التفاؤل منك سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي او عن طريق اللايف ستايل اللي انت عايشته. الحمد لله، هذا اللي اتمنى انه اذا اليوم حتى قلتها بالملتقى لما اجي احط راسي على المخده واقعد افكر بالاشياء اللي اليوم مرت علي او اللي صارت اقول يا هل ترى السناب اللي اليوم حطيتها وكان فيها جمله حلوه وموسيقى حطيتها باك جراوند ومصوره منظر حلو، هل اسعدت بني ادم اليوم؟ المعلومه اللي حطيتها في شخص اليوم استفاد منها؟ سويت موقف مع صاحباتي كان مضحك، في احد ضحك بسببنا؟ يعني اتمنى الاحاسيس هذه اقدر اكون وصلتها لشخص في مكان شيء ايجابي. يعني بصراحه نومه القنفه مالت هبوش ردت علي انا بشكل عكسي، لازم كل الوقت انا بتقول شفتي شلون تنام عندها على القنفه؟ إيه؟ لازم تنامين عندي على عادي. على فكره ترى نور من السبع على السبع مليون اتشرف على راسي. ابي وجودك في الام بي سي هل يشكل خطر على بعض المذيعات الموجودين في الام بي سي؟ ان لوجين لها مكانه يمكن كبيره في الام بي سي وتركت بصمه و وجودها مؤثر؟ ما ادري، كل شخص مجتهد المفروض انه بدل ما يشغل نفسه اذا انا كنت اشكل له خطر ولا لا، اذا بيشغل نفسه اذا انه هو فعلا يقدر يبرز نفسه ويثبت حاله ويشتغل على حاله ما راح اشكل له اي خطر، بس اذا بيشغل نفسه فيني اذا اشكل له خطر ولا لا اكيد بشكل له خطر. بس ما حسيتي دار مدارج في هناك اصوات؟ اقول لك شيء طالب، انا من اخر الناس اللي يروحون يتابعون فلانه ايش سوت وفلانه ايش عملت وفلانه ايش قدمت وفلانه ايش حصلت عليه وايش اشترت، ابدا. بس في واحد حتى لو ما يتابع يوصل له الكلام، هذه المشكله. وحتى لما يجون يوصلون لي اقول لهم ما يهمني، ما ابغى اعرف، ما احب اشغل نفسي بامور الاخرين، لاني احب استثمر وقتي بدل ما اضيع في امور الاخرين استثمر وقتي اني اشتغل على نفسي. جدولي مليان ومبسوطه اصلا لما يكون عندي بالكالندر بالتليفون يوم فاضي ما في شيء احس في شيء غلط. لما اشوف اليوم معبى، انا اليوم بالكويت بكره راجعه دبي، اللي بعده بكون في الهند 3 ايام، برجع دبي يوم، بروح مراكش 3 ايام، برجع دبي، برجع اروح الرياض 3 ايام، انبسط. متعب بس احس اني انا قاعده انجز، قاعده اسوي شيء، احس ان انا مفيده على الاقل، انه مو وجودي وعدمي واحد. ما حسيتي ان بهالفتره اللي انت قاعده فيها مثلا صح كان عندك مثلا نفس ما قلتي متابعات او مؤتمرات او حضور ندوات او وات ايفر، بس انه ما حسيت انك انت مشتاقه للاستديو، مشتاقه للكاميرا، للاضواء ورا الكاميرا؟ لما تكون مباشر ايه، زي الحين انا اعشق المباشر، احس انه هو حقيقي. التصوير احسه فيك شوي، فما كثير احب التسجيل، فما اشتاق لاي شيء تسجيل. برنامجك راح يكون مباشر؟ للاسف لا، للاسف لا، حيكون تصوير لانه حنصور على مدى اسبوع عشان ينعرض يوم. نوع البرنامج سوري طالب تفضل. لا يمكن يمكن في الموضوع هذا الموضوع التسجيل واللايف اتوقع البرامج التسجيليه تقدر المذيعه والمذيع يطلع بعض الفنون من خلال المونتاج، اضافات معينه. قد يكون هذه لعبه المخرج اكيد، بس انا بالنسبه لي احب اللايف كثير، اعشقه. خلاص الكلمه اللي بتطلع هذه عفويه مثل ما على هي. على فكره كل المذيعين يحبون اللايف ترى. اي صحيح. غير واللايف اللي ما في يعني اوكي مضطر احط اكيد اير بيس باذني عشان صحيح. المخرج بس ما احب المعد.
اسالي وما تسالين، عشان كذا بعض الاحيان كنت كذا مره اشيل الايربيس على الهواء، انا ابغى اسال اسئله. الحين يزعلون المعدين اللي عندنا. لا لا لا، اكيد مع احترامي لهم، بس ما احب احد يحط لي اسئله اتضايق، احب انا احط اسئلتي واستلهم اسئله جديده من خلال اجابه الضيف اللي معي، واكيد اعدادي انا اللي اشتغلت عليه قبل الحلقه. بس ما تتوقعين اذا كان هناك فريق اعداد قوي يساندك بشكل كبير ولازم تعتمدين عليه على الاقل؟ ما احب اعتمد عليه لان احب يكون لي دور. يعني اليوم لما يكون مثلا كانوا يجهزوا لي الرننج اوردر فريق الاعداد عندي، مثلا اليوم عندنا طبيب قلب مثلا جراح، راح يحطوا لي لينكات عن لقاءات صارت معه، وانا ادخل على اللينكات واروح اقرا مقالات في مجال اللي راح انا اتكلم فيه. صحيح. لانه ممكن ويمكن صادفتكم يكون معاكم ضيوف كثير شطار كثير مبدعين في مجالهم، بس يوم يطلعون على الهواء يتلبكون فيضيع معاهم الكلام. طيب انتم شلون بتعبون الهواء؟ اذا لازم تكونوا محضرين كانكم انتم الدكاتره بالضبط. ويكون عندكم تفاصيل كامله ومعلومات كامله عن هذا الموضوع، علشان لما تذكرونها وتتحاورون معه شوي هو راح يبدا يعني يهدأ وأيضا يكمل لكم المعلومة اللي تذكرونها. بالآونة الأخيرة صار في وايد من المذيعات أو الإعلاميات بشكل عام هجوم على الألقاب، يعني نشوفها اليوم خذت سفيرة النوايا الحسنة، اليوم نشوفها خذت ما أدري شنو بالملتقى، أو إن يعني وايد أشياء. منو تحسين من الموجودين حاليا يستحق أن يكون له منح أو لقب؟ أول شيء أنا ضد الألقاب تماما، لأنه إذا أنا كنت أحس نفسي فعلا ناقصة أحتاج لقب يعليني ويرفعني ويسوي لي ممكن، بس إذا شفت أن اسمي غير كافي. لذلك أنا ما أحب الألقاب. وإذا راح تدخلون على المواقع الاجتماعية وحساباتي في البايو، امرأة عربية بس، مع أن اسمك أنت حطيتي لوجو إيه وجز اسمي بس مش لقب، وما حطيت أي شيء أو رمز مثل لهذا اللقب. اللهم سناب شات لما وثقوا حسابي قالوا لازم تختاري إيموجي، فاخترت وردة أو قلب أو حمامة السلام، فقالوا بما أنك أنت سفيرة التسامح راح نعطيكي حمامة السلام. هم اللي اختاروا، هم بس لأنهم طلبوا مني ثلاث تستاهلينها. الله يخليك. فلذلك أنا دائما أفضل أكون خلاص امرأة عربية. امرأة عربية تكون شاملة، ممكن أتكلم في أمور كثيرة حسب خلفيتي وثقافتي أو ثقافتي، بس أنه أنا أحد نفسي بمجال معين، أو حتى أتشرف طبعا وأعتز أني سعودية، بس حتى في هذه أقول لهم أنا ما أحب أمثل أحد عشان بكرة ما يقول إحنا ما نتشرف أنك تمثلينا أو ما نتشرف. لا، أنا أمثل نفسي، مسؤولة عن نفسي فقط. دام ابتطاري موضوع السعودية، وأنت يمكن من أوائل المذيعات السعوديات اللي طلعوا بشكل مغاير، وشكل إذن سبقوني كثير. يعني يمكن كشهرة أكثر شهرة، ويمكن تميزتي في موضوع التقديم التلفزيوني. أكيد في البداية كانت هناك يمكن انتقادات أو أكيد وانتقادات لاذعة وجميلة ما شاء الله، كانت تصيحني كثير، بس تخطيت هذه المرحلة. دائما كل شيء في بداياته لما يكون جديد الناس تكون ضده، وهذا طبيعي، من غير حتى ما تعرف هدفك، إذا أنت متمكن أو لا، أنت على صح أو على غلط ما يهمهم، شيء جديد خارج عن المألوف بالنسبة لهم، إذا راح يهاجمونك على طول. قد أقول أني طلعت من مجتمع محافظ، بس اللي كان يقويني الوالد والوالدة الله يحفظهم. فلما كان يوجهوا لي مثلا انتقاد أو يهددوني مثلا، أبوي كان يقول لي الأنبياء انتقدوهم وكذبوهم وهاجموهم، مين أنتي عشان ما ينتقدونك؟ فصرت أذكر نفسي فعلا بهذه المعلومة لما أحد ينتقدني، وأشكر إذا شخص انتقدني علشان يبغى يشوفني أفضل، وأحس دائما أنا ممتنة له. بس الناس اللي ينتقدون فقط من باب الانتقاد والتجريح، أو يبغى يقللون أو ينتقصون من قيمتي، وصلت لمرحلة حتى ما أشوفهم. لكن في مراحل مرات تتعدى الانتقاد وتنتقل إلى المحاربة، ودائما الإنسان صحيح. الناجح محارب. هل أنت محاربة؟ وهل تعرفين منو اللي قاعد يحاربونك، أو أن تقدرين تعرفينهم بالاسم، ولا بس تعرفين أن أنا محاربة بطريقة معينة؟ بصراحة ما عندي شغف أني أعرف حتى أسمائهم. لأنه ما يهموني في النهاية، يعني أنا بالنسبة لهم هذول الفئة مضيعة وقت فقط، لا أقل ولا أكثر. لكن نشوفك دائما ملتزمة الصمت بالردود. أي صحيح. هل هذا أكيد عدالك بالصمت أو الابتسامة؟ شوف، سابقا جدتي الله يرحمها كانت دائما تقول لنا امشي صح يحتار عدوك فيك، ولكن للأسف هذا المثل الآن ما يجي يعني للأسف فايدة. ليش؟ تمشي صح عدوك ما راح يحتار فيك، راح يتبلى عليك وراح يألف عليك قصص ويلصق فيك أمور،
ويعني يركب لك صور ويعمل لك محادثات وينتقدك بأي طريقة، مثل ما تكلمنا عن السبعة مليون قبل شوي. شنو المثل عليه اللي يناسب الآن؟ كيف؟ شنو المثل اللي يناسب الوضع هذا؟ محتقل. أو كيف نتعامل مع؟ أنا بالنسبة لي الصمت هي أبلغ لغة، لأنه أنا فعلا إذا برد على هذه الفئة فأنا قاعد أضيع وقتي. أنا زي ما قلت لك أفضل أني أستثمر وقتي أني أشتغل على حالي. الصمت يمكن يسفه الطرف الآخر بالضبط، بشكل لأنك أنت للأسف ليش أصلا تضيع وقتك وتعطيه من وقتك؟ الفئة هذول هم تحت في مستنقع، خليهم يخبصون على راحتهم أو خليهم يعفنون براحتهم تحت، لا تنزلهم، خليهم هم تحت وخليك أنت فوق بالسماء قاعد تسوي شيء يفيدك، يفيد الناس اللي حواليك، من كان أهل، من كان عيال، من أصدقاء، من حبايب، من متابعين. دائما الصمت والابتسامة من إنسانة راقية نفسك حبيبتي تكون هي الرد المناسب لكل الانتقادات ولكل المحاربات. لكن إحنا للأسف أن الوقت داركنا، وايد استمتعنا بالمقابلة معك، كانت يمكن من أمتع اللحظات. أنا بالنسبة لي أشوفك إنسانة ناجحة، وإن شاء الله يا رب من مستقبل باهر إلى حبيبتي. الله يسلمك لكم نفس الشيء. الله يسعدكم، شكرا على هذا الحوار، كان جدا جميل. شكرا لكل الطاقم اللي موجود ايضا خلف الكاميرات، اللي موجودين في الجاليري يعطيهم الف عافيه، والاستاذ احمد ايضا نورتينا. لكن الختمه مع مشاهدينا راح تكون معك، تفضلي. احنا خلصنا البرنامج تماما؟ خلصنا. اجل اشكرك طالب، اشكرك نور، يعطيكم الف عافيه، كانت فرصه سعيده جدا. نشكر مشاهدينا اللي اعطونا من وقتهم وقضوا معنا هذه السهره. ان شاء الله دائما اكون عند حسن ظنكم يا رب، ودائما القادم اجمل. تصبحون على الف خير.